بتاريخ 4 أوت 2024 بميناء بجاية وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تم إخضاع المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو زاد ميم، وكان برفقة زوجته المدعوة باء نون. وتم فحص جمركي روتيني طبقا للإجراءات المعمول بها، فتم ضبط على متن مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها لأرض الوطن، تمثلت في أسلحة وذخائر من شتى الأصناف. فالأسلحة التي تم ضبطها تمثلت في 11 قطع أسلحة من عيار 16 ملم، 7 مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات، 3 قطع أسلحة من عيار 12 ملم، أي بمجموع 21 قطعة سلاح. أما بخصوص الذخائر المختلفة المضبوطة، فتمثلت في حوالي 2000 طلقة حية من مختلف العيارات، إضافة إلى مقذوفات للأسلحة المختلفة، وكذلك لواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، إضافة إلى مختلف الأسلحة من البيضاء ومخازن للخراطيش. قام المتهم باعترافه أمام مصالح الضبط القضائية بأن هذا الفعل جاء نتيجة تخطيط، وكان له سوابق منذ سنة 2015، كما أن المتهم الرئيسي الذي تم ضبطه بالأسلحة المهربة من الخارج على أنه تلقى أوامر من رئيس التنظيم الإرهابي المدعو تحت تسمية الماك من قبل أعضاء تابعين له، ويتعلق الأمر بالمدعوين واو جيم وألف قاف.